سالو اللي فيكي، حكيت اليوم ديجا صايرة على شطر من تونس. قلت لك انا تعرفت على واحد خدم معايا وصار بيناتنا كوتفوتر من اول مره، وبعد بيريود خرجنا عملنا قهوه، هو كلمني من بعد ما انتبه ما خرجوا وتعرفوا كل ما شيء، قالها اللي هو مارس بعد ما تعرفوا على بعضهم. ان توكا تصدمت وتقلقت برشا وقررت ما عادش نحكي معاه، وديجا ما عادش في الخدمه مع بعضنا. بيان في ما يبقى كل بعد بيريود يكلمني يقول لي على القهوه، انا ما نحبش مي اوفون ماذا بيا، على خاطر بالمجد حبيته. وبعد خرجنا مرتين ولا ثلاثه، ريت ما انت بعد ما تاخذ قرار تعاود ترجع فيه. او شو نقول لكم شنو اللي صار من بعد؟ وبدا يحكي لي على مشاكل ومرته مسكين، واللي هو ما يحبهاش. شوف مادام ما قالكش راني قاعد معاها على خاطر الصغار، وما قالكش اللي واخدين هيك بالسيف، وما قالكش الجمله الشهيره بتاع هي تبت في بيتنا وانا نبت في الساله، باقي مازلت ما وصلتش لاستاد الوحش. هو باهي برشا معايا على الاخر، باهي على الاخر، وديجا باهي مع الناس الكل، مي الدنيا ظلمته برشا. حيت حسيدو الصيف اللي فات قربنا من بعضنا برشا، ولينا ديما نخرجوا بريسك كل عشيه. انت هو معرس وبصغاره وماهوش باش يطلق، وقاعد معاك وتخرج كل عشيه. به وبديت وقت اللي تعرف صدقوني، وقت اللي تو دابور ساعه، وقت اللي هما يفرقوا في الرجوليه هو السيد هذايا كان غايب، وبديت نتعلق به وهو زيدا. واشاك فوا نقول هذه اخر مره باش نخرج، وكي كلمني يقول لي ما نجمش نقول له خاطر فما كنت تقيل. ديريكت نحضر روحي ونخرج نعملوا قهوه، ومين نروح نزيد نقد اكثر خاطر حبيته برشا. علاش ما عمله ما ندروش. وين نحكيو على السيتواسيون تاعنا يقول لي ما نجمش. شنو ذنبك الصغار؟ حيت يا ابو قلب حنين. حاسيلو هذه الفتوى على اطرف لسانه. حاسيلو انا فديت التوب درني المخ، خرجنا عادينا نهار كامل مع بعضنا وروح. صارت لي ديبريسيون من السيتواسيون، وصلت للأورجونس. وين نحب نبعد ما نجمش، اون بلوس ما عادش نجم نكمل هكا. تعبتني الحكايه برشا، سي نورمال تعبك الحكايه برشا، خاطر توصف لمورك في علاقه مش سامة، غادي من سامة بتريف. الراجل معرس وبصغار، وانتي ما تعرفش خرجت معاه، لا ذنب عليك. وانتي تعرف هما ثنيتين راهم موجودين، وهاكا لي زابوني تاعو يعطيوك زادا رايهم. هما ثنيتين، يا تكمل معاه واقعد هكيك، اقعد هكيك عرفتك اللي روت سكور. بالطبيعة هو باش يقولك نحبك، باش يقولك راني قاعد نتملك عليك، قاعد نعدي بك في وقايد، راني رسميلي مرتي وصغاري، عليه ما انت حتى كاين. نفترضوا جدلا اللي هو طلقها وقتك، وانا نعرفك انت حابه هذه اللي باش يصير. اولا انت نظرتك تجاه روح باش تطلع انت بنت الحرام اللي طلقت، فرتكت عائله كامله فرقعتها بوغ ريان. ثانيا الراجل اللي بدل مرته وصغاره وعائلته فرتكها على خاطر كنتي بيان سور ينجم يعمل نفس الحاجه مع زميلاته اللي يخدم معاهم، باش تقعد حياتك كامله ايدك على قلبك، هذا كان ما عاودهالكش. شنو ما انتش تقعد ليك مطلقه ليك معلقه لي حاجه من قيمتك، لي حاجه اللي والله كان تعرفت عليه وهو سيء، معناتها طلق باش يعاود معاك حياته، لا حرج عليه. اما سو جونغ دو غولاسيون انا ما ننصحكش تدخل فيها اصلا، واذا دخلت والله اذا انت تحب تعدي وقايد هذيك حاجه اخرى. اما انت حسب انا ما قريت بنت عائله وبنت ناس وتخمم على قدام وتحب تستقر، الثنية نتاعك ماهيش استقرار، الثنية نتاعك باش تطلع انت بنت الحرام اللي فرقت العيد، باش تطلع انت اللي بالحق. وفي الحكاية هذه الكل تقولي مسكين ومسكين ومسكين، مريت من مسكينة كان مرته وصغاره، وانسان له نتاع مسؤولية وله نتاع ما نتاع حتى حد. وتخيل بجاه ربي، تخيل نهار اللي باش تشلق بيك مرته، والله ما تكور بيك، والله ما تعملك عجة مرقاز والفضايح وعلى أفا من يشيل والبس. وانت جوست حاجه واحده باش تفهم اسكو التصرف نتاعك صحيح ولا غلط، حط روحك في بلاصتها وشوف روحك شنو تحس وشنو الرياكسيون اللي تنجم تعمل. هل انت ترضى روحك؟ هل هيدي الريلاسيون اللي انت تستحقها او فون؟ انا راه انك تستحق خير برشا، خير برشا برشا. وباش تقول لي راه مظلوم ومسكين ويسخف وما عينوش فيه، هذاك كله ترهدين الرجال. ماهوش باش يجيك يقول لك راني نتمنيك عليك، دونك باش يقول لك على غالب راني قاعد معاها على خاطر الصغار، وانت قاعده تستنى توا لين يجيك يقول لك راني عادي بك في وقايته. ماهوش باش يقول، وباش تقعد حياتك كيكه ضايعه. لا سامحني، لا